الصحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. ساعات الإنسان يحسب روحه مهف وعنده مخ وصاحب تجربة في الحياة وما يتعدى عليه شيء. هو في الحقيقة ينجم يكون كلامه صحيح وينجم يكون تقديره لروحه غالط، أما في الحالات الكل هذا ما يسمحلوش أنه يضحك على الناس أو يتمسخر عليهم أو يهنتلهم ويسيء ليهم. علاش؟ على خاطر إذا بالحق ربي أعطاها عقل كما يقول وفاهم للحياة وتجربة فيها، يا سيدي هذا الكل ما يسمحلوش أي حال من الأحوال أنه يستعملوا باش يضحك على الناس ويطيح لهم مقدرهم، سواء كبار وإلا صغار. وعلى خاطر اللي ديما عامل فيها مهف ويسخر من الناس عمره ما يكون محبوب وإلا مطلوب بيناتهم، بل بالعكس الناس الكل تتحاشاه وتبعد عليه وتدعي ربي باش ما تجيش تحت يديه ويضحك عليها خلق ربي، كيما عمل البطل متاع حكايتنا لليلة. خلينا ساعة نتفرجوا عليه شنو عمل ونرجع بعدها ونكملوا حديثنا. سي الأزهر نقصك العادة؟ أي ملها لا أزيد شوية. الله يبارك. أي حبه قصير المرة هذه. الدنيا سخونة وعرق. أي. صلي برشا لحجامتك عاد. والله حتى احنا والله حتى احنا توحشنا يا كسر. هذا الله يوحشك يا سيدي. يعيشك. هاي عاد شحال عندك جديد؟ كاو يا سي الأزهر. نطبعوا في أخبار السياسة وأخبار البلاد. يا أخبار السياسة بالله خليك واسكتوا برا. ربي قدر الخير وكاو. آمين. مانيش عارف وين باش يوصلوا بها الفوضى هذه. العالم الكل في هيجان وغليان كان ربي يسروا برا. أنا كل ما نتفرج نتذكر كلمتك. قول لي تونس لاباس. لا تونس تونس لاباس يا راجل حتى دي. عندها رجال يحميوها بحول الله لاباس. الحمد لله. بقلوب الطيبة وبالوفاق إن شاء الله ننجزوها ونوصلوها لبر الأمان إن شاء الله. آمين. مازلت قريب بلاصة العادة سي الأزهر؟ مازلت إيه هذا أثناء آخر عام عاد خارج في الأتراد إن شاء الله. يعطيك الصحة. عايشك. يا سي الأزهر. نعم. باش نحكي لك غريبة. إن شاء الله خير. لا لاباس. عندي طفل صغير. عنده شهر ولا أكثر. كل نهار يطلع لي. حجمه؟ لا 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 لا. هي نفدلك أنا وياه. هو تبارك الله عليه. طفل ذكي. أسأله أي حاجة. يعطيك بارك الله. الا حاجه برك ما فهمتهاش سي ما يفرقش بين 5000 ولا 500. شو ما يفرقش. قداش عمره هذا؟ عمره 13 سنه. 13 سنه هاي كذا عازب تبارك الله ما يفرقش بين 500 ولا 5000. اي ما يفرقش. لا اله الا الله. اي الله ايش هذا ترى؟ طب ريت الفوضى كيفاش؟ مالا زهر؟ اه متعدي. يا ربيع ايجا وليش؟ السلام. عسلموش. لابس. سافا؟ لابس. نحويلك؟ لابس. لاباس عليك؟ لاباس عليك. سلام لاباس؟ ها هو سي ربيع. هذا هو ربيع اللي حكيت عليه. هذا اللي حكيت لك عليه. اي مرحبا بك. في متربي. بارك الله. يا سي الازهر. نعم. ترى اساله اللي تحب. نساله. اللي تحب. يا ترى باش تجاوبني ولا؟ هاك عمك نعيم كان يشكر فيك قال ذكي تبارك الله عليه. باش نسالك مثلا يا سيدي نقولوا في الحساب 90 في الخمسه قداش؟ رساله 450. يزي. والله. 450 صحيح. باهي نعطيك سؤال اخر في التاريخ، تاريخ تونس. وقتاش استقلت تونس؟ عطيتك كيف 1956. كيف كيف سهله؟ سهله. تبارك الله. ربي يسونك يا ولدي، ربي يخليك لامتك وابوك. تبارك الله تبارك الله. يا سي الازهر. نعم. شوفي. يا سي ربيع. نعم. باش نعطيك زوز بياسات. وقول لي مكبر. هذه 500 وهذه 5000. وقولي مكبر. 500 و5000. كيفاش؟ 500 و5000. هكا ثابت. ثابت.
هذه 500 هذه 5 لا بارك الله اي سي ربيعي حلال عليك ال 500 مرحبا اي عايشه عايش ولدي مش عارف امشي عايش ولدي والله الواحد قد ما يعيش يتعلم ايه قال لك هذه 500 وهذه 5 شو يقصد بها الله اعلم ربيع ايش قولي ايش حكايتك يا فيش بارك الله عليك في العمر هذايا والذكاء اللي عندك ايه ما تعرفش تفرق بين 5000 وال 500 لا نعرف الفرق بين 5500 كيفاش راه كيفاش هي ال 5000 اكثر من 500 ايوا هذا انا قلت له هذايا هو مش عاطيني 5000 وما بقاش يعاود يسالني هي هذا ما خير لي انا ناخذ ال 500 بين الضحكه ولعب ولا ناخذ ال 5000 مره واحده يا سيدي هذا حتى لو كان جاء مهف بالحق كيما حكينا الساعة واللي شفناه هو العكس والطفل اللي كان الحجام يحسب روحه شيخ عليه طلع هو اللي شيخ على الحجام ويلعب عليه وهذاك علاش قلنا انه مش باهي انه الانسان يعمل فيها اللي هو فاهم العباد والدنيا باللي فيها على خاطر راهو يكون ثابت انه ثم شكون كيفك والا ثم شكون اذكى منك ينجم يعديها عليك حتى لو كان أصغر منك وأحنا حديثنا قياس في احترام الناس والتعامل معهم باللي يعطيه مقدرهم ويحفظ احترامكم لرواحكم ومكانتكم بيناتهم والواحد منا ماذا بيه قبل ما يسخر من الناس ومن تفكيرهم وعقلهم واللي كما قلت لكم ينجم يطلع هو أقل منهم الإنسان ماذا بيه قبل هذا الكل يتعلم مبدأ ساهل برشا يدخل حاجة باهية يا أسكت هذا بطبيعة مغير ما نذكره أن السخرية من الناس وإضحاك الغير عليهم هو من المحرمات في الدين الإسلامي متاعنا ونقطة أخيرة ونختم بها في الموضوع موضوع السخرية هذايا من الناس أنه الصغار يتأثروا برشا في المجال هذا بوالديهم وأنه اللي يكونوا والديه من نوع اللي يسخروا من الناس ويضحكوا العباد عليهم فأنه صغارهم يلقطوا العادات هذه ويتبعوهم ويعملوا كيفهم ومن بعد تكبر هيك العادة الخايبة معاهم اوكي يا سيدي قلنا لكم وحاضركم يعلم غيبكم وربي يهدينا ويهديكم وللخير يدلنا ويدلكم حديثنا قياس وفال الليله نتلقاو غدوه ليله ان شاء الله في حلقه اخرى وحكايه جديده على خير وليلتكم زينه